فينيت اقتطس اهل بسم الله. قال لك يا سيدي بن سويدي حدوا ايام 5 مارس و 5 ابريل كاخر اجال دفع معلوم الجوالين الفينيت الكلاب لامبير والبير. هاي الياس يبقى ثم سؤال مفروض يتطرح اما ما يطرحوا حد. علاش دفعان معلوم الجوالين؟ على كياساتنا القمقومه، على اوتوروتاتنا المحنونه، على مساحات الباركينجات المغبونه. حاسيلو في كل الحالات ادفع ولا طيقرنك والحنينات ابين عم كرهنا لازم تعبي الكاسات. انا في رايي يلزمنا التوانسه الكل قيد واجد يا برئاسه الحكومه ولا بوزير التجهيز على الضرر الحاصل كل يوم من الطريق والحفر والجلت الملاك الكف كياسات والحاله المزريه متاع المادات. الكراهب يدوب ما تتشرع يهليها الكياس والعجل والجونتات يضربها الوكس وزيد من فوق تتكسر الكريميرات والكردانات وزيد ادفع يا مواطن وخلص في كل الحالات وسلخ روحك في اللحمه الحاليه اذا كان ضروري. باستا جناويل والقابض يتهناو بتفتيفك على اخر فرنك. حتى الطرقات الجديده حالتها حليله وحال الركب في كرهبه ايا كانت ولا كما حال الكرموس في العديله. قالوا معلوم جوالين يكب صار العار واللي خلاته جلبع زاد قضمرو الفار. فيقوا يرحموا باكم ويزونا من هالخنار وانتوما كي الفرصه من راس الراس ولا انتوما زاد كيما قطاطس اهل بسم الله. اذا ضربتهم تاريهم واذا سكت عليهم ياكلوا الكاشيك.